الشام لواء داود بالاشتراك مع أحرار الشام وجبهة النصرة في معركة تحرير مطار تختناز. الله أكبر. ستقوم هذه الدبابة بالرمي على مبنى المدرسة في قلب المطار بإذن الله. اللهم سدد رمينا يا رب، اللهم سدد رمينا يا رب، اللهم سدد رمينا يا رب، اللهم سدد رمينا يا الله، اللهم ثبت أقدامنا يا رب، اللهم ثبت أقدامنا يا رب، اللهم ثبت أقدامنا يا رب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.